السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على حاجة مهمة جدا، اللي هو أنواع قواعد البيانات المختلفة، اللي هي المودلز، سواء دوكمنت داتابيز، جراف داتابيز، ريليشنال داتابيز، الكلام ده كله، مع الأورينت داتابيز. المعاني، بس المعاني واختلاف الألفاظ. يعني في الريليشنال داتابيز أنا أتكلم على الدوكمنت موديل. دوكمنت موديل، الريليشنال داتابيز بنسمي تيبل، في الدوكمنت موديل اسمه كوليكشن. لما يجي بنستخدمه في الاورينتد داتابيز، حتى لو احنا شغالين دوكيمنت موديل بنسميه كلاس او كلاستر. يبقى التيبل هو الكوليكشن في الدوكيمنت، هو في الاورينت اسمه كلاس او كلاستر، وعرفنا الفرق ما بين الكلاس والكلاستر. في الريليشنال الرو ده بيسمى في الدوكيمنت دوكيمنت، وبيسمى في الاورينت دوكيمنت. تمام كده؟ يبقى الرو ده اسمه دوكيمنت. في الريليشنال موديل الكولوم تمام، الكولوم ده احنا بنسميه في الدوكيمنت موديل الكي. طبعا هو كي فاليو اللي هي القيمه بتاعه الكول، لكن هو اسم بيسميه الكي، بس ما علينا. كي فاليو بير، الزوج بتوع الكي والفاليو. هنا في الاورينت داتابيز اسمه دوكيمنت فيلد، وده الاسم الافضل، دوكيمنت فيلد. تمام. في الريليشن داتابيز في حاجه اسمها ريليشن شيب. عندنا في الدوكيمنت موديل ما فيش حاجه اسمها اصلا ريليشن شيب، لكن في الاورينت داتابيز في عندنا حاجه اسمها لينك. في حاجه عندنا اسمها الايه؟ اللينك. يبقى تيبل كلاس رو دوكيمنت كولوم دوكيمنت فيلد ريليشن شيب اسمها لينك. في الجراف موديل، حتى لو كنا على الجراف داتابيز كاستراكشر، كديتا موديل استراكشر اصلا، وقلنا ان بيخزن الداتا في شكل اسمه فيرتسيز، اللي هي ما يقابل النودز في الجراف داتابيز عموما، بيسموها جراف، بيسموها نود. احنا عندنا اسمها فيرتكس او فيرتسيز، اللي هي مجموعه من الايه، من فيرتكس. يعني interconnected by edges، احنا بنقول ايه؟ ان هي connected مع بعضها من خلال حاجه اسمها edges او arcs. تمام، edges او arcs. طبعا oriented database اصلا في الاصل قايمه على فكره اصلا الجراف. تمام. والvertex والedges الاثنين هم الايه؟ الارتفاكتس بتاعه الجراف database model ذات نفسها، كvertex وكedges. تمام. اللي هي vertex اللي هي النود اللي هي زي التيبل، والedges اللي هي زي الريليشن شيب او الايه، اللينك. الاسماء تبقى عامله زي الريشن زي التيبل، هو في الجراف مود اسمه فيرتكس وايدج. تمام. في الاورينت داتابيز الكلاس اصلا بيبقى بيكستند او بيورث من اصل اسمه في. الفي هو الاصل، بناخد منه كل الكلاس. هنشوف الكلام ده واحده واحده مع بعض في العمل ان شاء الله. هو بعد الفيديو ده هنعمل لكم العمل ان شاء الله، بس الاول هنبدا نعمل انستول للجافا، لان طبعا الاورينت مبنيه جافا، وبعد كده نسطب الاورينت ونشتغل عليه. المهم ان في حاجه اسمها في الكلاس اسمها في، خلاص، للفيرتكس. دايما الفيرتكس كلها بتتورث من الفي. الفي ده هو المين كلاس الرئيسي، وعندنا واحد اسمه اي ده الرئيسي للايدجز. تمام كده. على العموم عرفنا الكلاس والايدج، او الفي اللي هي للفيرتكس والاي للايدجز في التيبلز. يعني احنا شغالين جراف دلوقتي، بنتكلم على المفاهيم بتاعت الجراف. تمام. يبقى تفرق جراف موديل فيرتكس ايدجز او نود وايدجز، وهنا بنشتغل على ايه؟ كلاس، بس كلاس واخد من الفيرتك، واخد من الفيرتكس، خلاص، والاي واخد من الايدجز. الرو هو فيرتكس، ده الفيرتكس على اصله، وهنا في الاورينت هو فيرتكس على اصله، لكن هنا ده كلاس، بس كلاس بيورث من ايه؟ خدوا بالكم من اللقطه دي. يعني التيبل هو هنا يساوي كلاس في الـ في الـ في, الـ في الجراف، بس لازم يكون وارث من في عشان يبقى فيرتك، او وارث من ايه عشان يبقى ايدج. هنا في الرو خلاص ده فيرتكس، وفي الجراف هو فيرتكس عادي. في الكولوم كريليشن داتابيز هو اسمه هنا فيرتكس، وفي برضه الايدجز ايه بروبرتي، وهنا في الاورينت برضه الفيرتكس والايدجز بروبرتي عادي. ريليشن شيب هنا معناها ايدج، هنا معناها ايدج. تمام كده. في الكي في لو انت حبيت تشتغل الداتابيز تحولها الى كي في، فخلاص مفيش مشكله يعني. طبعا في الريليشن كان في عندنا في الريليشن داتابيز اسمها تيبل، في الكي في موديل اسمها باكت. تمام. هنا اسمها كلاس او كلاستر برضو عادي. الرو كي وفاليو بير هنا اسمها دوكيمنت زي ما احنا ماشيين عادي. كولوم ما كانش موجود اصلا في الكي في، هو كي في كي في كي في على طول، يعني الاسم كذا النيم كذا كده، ما فيش بقى حتى كده. هنا عندنا طبعا ايه؟ دوكيمنت فيلد، وعندنا الفيرتكس والايدج بروبرتي، الفيرتكس او الايدج ايه بروبرتي. الريليشن شيب ما كانتش موجوده في الكي في طبعا، لكنها في عندنا الايه؟ اللينك. دي المسميات اللي انا كنت عايز اتناولها ما بين المودلز في اخر واحد، اللي هو الاوبجكت اورينتد موديل. الاوبجكت اورينتد موديل كان فيه تيبل في الريليشنال موديل، كان فيه في الاوبجكت
كلاس، وكذلك في الاورينت ده بيز اسمه كلاس بس تحتيه كلاستر اللي هو بيشيل الداتا. تمام. الرو كان عندنا في الاوبجكت اورينتد اسمه اوبجكت، الرو كان اسمه اوبجكت، هنا اسمه دوكيمنت او اسمه فيرتكس. الكولوم، الكولوم زمان كان اسمه في الاوبجكت اورينتد اسمه اوبجكت بروبرتي، هنا اسمه دوكيمنت فيلد او فيرتكس بروبرتي او ايدج بروبرتي. الريليشن شيب هي بوينتر كانت موجوده عندنا في الاوبجكت اورينتد، هنا اسمها لينك. تمام. ديك طبعا انا بقول ليه الفيديو السريع ده رغم ان هو لسه برضه انا متاكد ومش هيثبت في دماغك، لكن اعرفهم دلوقتي عشان بس بعرف ان في فروق، عشان ان شاء الله نستخدم الكلمات دي تبقى انت متفاهم او متخيل دي ما تماثل كده. تمام. عشان بس مسميات، لكن احنا هنبدا نتعود عليها ان شاء الله في الاكزامبلز واحنا شغالين باذن الله. خلصنا من مقدمه الانترودكشن، نعمل انستول للجي دي كي او الجافا عشان نقدر ننزل بعديها الاورينتد داتابيز ونبدا نشتغل عملي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.